Oh, I'm sure.
Thank you.
Amen.
الرسول الأولى إلى كنيسة الله لك في كورنثوس بركة مقدسة فلتكن مع جميعنا آمين. فالمسيح هو البدء، ثم الذين للمسيح عند مجيئه، وبعد ذلك المنتهى. متى سلم الملك لله الآب، ومتى أبطل كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه لا بد أن يملك حتى يضع جميع أعداءه تحت قدميه، والعدو الأخير الذي هو الموت سيقتل، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. وإذ قال إن كل شيء قد أخضع له، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له كل شيء، ليكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يصنع أولئك الذين يستبغون من أجل الأموات؟ فإن كان الأموات لا يقومون البتة، فلماذا يستبغون من أجلهم؟ ولماذا نقاسي نحن الاضطهاد في كل ساعة؟ يا أخوتي، أقسم بالفخر الذي لي بكم في المسيح يسوع ربنا، إني أموت كل يوم، وإن كنت قد حاربت الوحوش بأفسس بحسب البشرية، فما المنفعة لي؟ إن كان الأموات لا يقومون، فلنأكل ونشرب، لأننا غدا نموت. لا تضلوا، فإن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق جيدا. كونوا متيقظين للبر ولا تخطئوا، لأن قوما فيكم لا معرفة لهم بالله. أقول هذا لخجالكم، ولكن يقول قائل: كيف تقوم الأموات بأي جسد يأتون؟ يا جاهل الذي تزرع أنت لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه ليس هو ذلك الجسم المزنى أن يكون الذي تزرعه، بل مجرد حبة من الحنطة أو غيرها من باقي البذور، إلا أن الله يعطيها جسما كيف شاء، ولكل واحد من البذور جسمه المختص به. ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد، وللبهائم جسد آخر، وجسد الطيور نوع آخر، وجسد السمك نوع آخر، ومن الأجساد سماوية وأجساد أرضية. ولكن مجد السماويات نوع، ومجد الأرضيات نوع آخر، ومجد الشمس نوع، ومجد القمر نوع آخر، ومجد النجوم نوع آخر، لأن نجما ينتاز عن نجم في مجيد. هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرعون بفساد ويقومون بغير فساد، يزرعون بهوان ويقومون بمجد، يزرعون بضعف ويقومون بقوة، يزرع جسما نفسانيا ويقوم جسما روحانيا. بما أنه يوجد جسم نفساني، فإنه يوجد جسم روحاني أيضا، كما كتب: جعل آدم الأول ذا نفس حية، وآدم الآخر روحا محييا. ولكن لم يكن الروحاني أولا، بل النفساني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض أرضي، والإنسان الثاني الرب من السماء. وعلى مثال الأرضي يكون الأرضيون، وعلى مثال السماوي يكون أيضا السماويون. وكما لبسنا صورة ذلك من التراب، صورة ذلك الذي من التراب، كذلك سنلبس أيضا صورة السماوي. نعمة الله الآن تحل على أرواحنا جميعا، آمين.
سكولي انت من يوم بطرس قوي نومين راتي ايريتين صبتي موتي انسيوني في Amen.
أعمال آبائنا الرسل الأخبار المشغولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن مع جميعنا يا آباء إخوتي آمين. يا رجال إسرائيل اسمعوا لكلامي هذا، إن يسوع الناصري الرجل الذي قد ظهر عندكم من قبل الله بالقوات والعجائب والآيات التي صنعها الله على يديه فيما بينكم، كما أنتم تعلمون هذا أخذتموه بحسب مشورة الله المحدودة وعلمه السابق، وأسلمتموه إلى أيدي الأثمة وصلبتموه وقتلتموه، هذا الذي أطعمه الله ناقضا أوجاع الجحيم، إذ لم يكن ممكنا أن يمسكه الموت، لأن داود يقول فيه: إني سبقت أن أرى الرب أمامي كل حين، فإنه عن يميني لكي لا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهج لساني، وجسدي أيضا سيسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تجعل قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة وستملأني فرحا من وجهك. أيها الرجال إخوتنا، إنه يسوع أن نكلمكم جهرا عن داود رئيس الآباء. إنه قد مات ودفن وقبره عندنا إلى اليوم، فإذ كان نبيا وعلم أن الله أقسم له بيمين أن واحدا من ثمرة صلبه يجلس على كرسيه، السبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح بأنه لم يترك فيها الهاوية ولم يرى جسده فسادا. فيسوع هذا قد أقامه الله ونحن جميعا شهود بذلك. وإذا ارتفع بيمين الله وأخذ من الآب الموعد بالروح القدس وسكبه، هذا الذي أنتم الآن تنظرونه وتسمعونه، لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتعتز وتثبت في بعثة الله المقدسة. أمين. Oh.
Amen.
Hey.
Yeah.
Oh, yeah.
عزبتهما إلى السماء يثبته على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سلمية مديدة ويعطيه ثمانا هادئا بهيجا ويعطينا نعمة ورحمة بصلواته الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا القديس مار يوحنا البشير بركاته Thank you.
في موضع واحد.
تباركت يا ربنا يسوع المسيح لأنك قمت
شعبك. وصلواتنا نحن ايضا عن روم احفادك على مذبحك المقدس الناطق السماء رحلت بخور فسارع لهم الذين يرون والذين لا يرون اسحبهم وزلهم تحت اقدامهم اسالي عنهم فاحفظهم بسلامه وعدل في كنيستك المقدسة. الرب رحيم. Thank you.
الآن وكل أوان إلى ظهر الدور. آمين.
الفساد مكللنا بالمراحم والرافة. أنت الذي يسبحك الملائكة ويسجد لك رؤساء الملائكة. أنت الذي يبارك الرؤساء ويصرف نحوك الأرباب. أنت الذي ينطق السلاطين بمجدك. أنت الذي ترسل لك الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك ورواد رواد يقدمون لك الخدمة. أنت الذي يباركك غير المرئين. أنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلماتك يا سيدنا. الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام سقوف الغير متجسدين في البشر الذي أعطى الذين أظهرنا تسبيح السرافين. اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير الملئين. احسبنا مع القوات السمائية واطلق النحو أيضا مع أولئك. اسقط رحم عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يرسله إليك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفطر ونبارك عظمتك. فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون رجلهم ويطرون باثنين ويصرخون واحد قبال واحدا منهم يرسلون تسبح في الغرب والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ بلدا يسبحون وينشدون ويصرخون ويصوتون Oh.
أعطيتني الناس
الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا الأسطر لذكري. اذكر يا رب ابانا الخمسه بنفسوسينا
والشمامس سموم يا القمامس والخصوص والشمامس ولد يا بنين وسبع طبقات كنيسه وكل الذين في البتوليات
Stefanus was diagnosed. Over to Marike, was the Messiah, was the Evangelist, Marcus, the Apostle, so ever. Marike, he was. Nimbe, but they are she so observing the Messiah's chorus, Nimbe, I guess, as an asset, was Nimbe, I guess, better to hear Martyrus, Barsiret, Nimbe, I guess, as for a stone, Nimbe, I guess, Odos, Nimbe, I guess, Ophidos, Nimbe, I guess, Demetrius. Nembagios Kyrillos, Nembagios Basilios, Nembagios Gregorios Basilios, Nembagios Gregorios Pisamatropos, Nembagios Gregorios Barmanios, Nembishum Tishimitish Minatapsotifenica, Nembishitibit, the Constantinopolis, Nembias Napshinti, Pesos, Nembinutensigos, Benechta Bantonios, Nembismia. نمیشون تسو آبادا مکری نمیشلیتیر نستبروروس و آبان آب یحنس قنوس و آبان آب بیشوی البار رکر کامل حبیب مخلص الصالح و آبان آب مولا طبور حسنیات میزه و سیدای دروی انتی سید رومیان مکسیموس و دمادیوس و تسع و آربعین شهید شیوشی والقوي أبا موسى ويحدث كما القيس وأبانا من نبيا للقدس. من بين طعام زور ببرز بيتير بطعام بقوم خاطي كرون يعني مصدر بقوم ما سيديز وحيم طعام رشنو كبار شمن دريديز بما قيصا بقوم ما سيديز من بين طعام الفير من بين طعام كاروس من بين يد ببنيتيوس من بين طعام يونس بنا قرديز نبينو طابا صميم بيومو لوغيتيس نميوس مسلمين عبولو ديف ماسيتيس نبينو طابا قرام بيبسكو بسنتي في يوم نمكيزة نبينو طميخين
من أجل أسرار المقدسة الطائرة السمائية يا رب ورحام.